مأساة هاي. قاعد تلاحظون؟ يعني صعوبة كلش الطيران. راح تودعون متى يا حسين؟ راح تودعون من هسه. ممكن ممكن هذا اخر فيديو تشوفوه لي. هسه راح نطلع نضم الباشوت مالتنا ونصعد بهاي السيارة. أصدقائي حسين وهيفاء رجعنا وياكم اليوم بفيديو جديد. واليوم الفيديو يجنن لان بيه شباب يجننون. طبعا اصدقائنا عرفونا يابا عن نفسكم. ياباني استاذ سجاد. استاذ هاي حلوه استاذ. لا شلون لازم. انا ابن عم حسين وعايش بتركيا. حبيبي احمد. احمد صديق احمد. احمد. وانا ميسره صديق ميسره. وانا عبد الكريم قرايب احمد وصديق احمد. حبيبي شرفتونا. طبعا اليوم الفيديو كلش حلو واليوم راح يصير بيه مغامره. طبعا هاي المغامره كلش خطره. عمي خطره ولا مو خطره؟ ليش تنصحوني فيها؟ واو. لا لا لا, لا. مين ينصحوني فيها؟ خايفين عليك بس الله كريم الله كريم. طبعا المغامره هاي كلش خطره بس تعرفون احنا فيديوهاتنا يعني هاي لا شيء راح تكون ونريد نشوفكم اليوم ونشوفكم هاي المغامره فابقوا ويانا وراح ننتظر هسه تاكسي يجينا. بس يجي التاكسي راح نطلع على الجبل. المغامره هي باخر الجبل اوكي وراح نشوفكم اليوم مناظر يعني من الخيال. فابقوا واهم شيء لا تنسون لايك للفيديو واللي ما مشترك يشترك وابقوا يانا يلا. هاي الجمالية شيء رهيب يعني مخيف مو بس رهيب. قاعد تشوفون ويانا البرشتات كلها منطلقة ما شاء الله ويمكن انا الوحيد اللي اليوم راح اطلع ويا واحد يعني مو وحدي. المكان مخيف طبعا. هيفاء ما قدرنا انه نلقى بنية تطلع كذلك بالباشوت. هنا موجودين بس شباب فراح اسويها بس انا واليوم يعني الخوف ما اعرف راح نجرب ونشوف اذا اكو خوف لو لا. شباب من نجربها شيء نجربها بس هي مغامره كلش حلوه بس ان شاء الله نجربها بس غير ايام نسوي اليوم؟ لا غلط اجرب يابا ما حد ما يجرب عمي تمام بس انا راح نجرب متعودين على هاي السالفه. شوفك انت اول واحد جرب وراح خاف اموت بعد اخونا الشبير قدامنا لازم احمد انت ما تجرب شنو؟ يعني ان شاء الله جرب ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بس مو هسه انا خايف. طبعا هسه ايش راح نسوي؟ راح نروح نجهز الملابس ونتحضر تمام وهسه راح نشوفكم كل شيء يعني بالفيديو هذا. وقبل كل شيء انه اعطونا رايكم انتم بهاي المغامره. اكو احد يقدر يجربها يعني تحبون تجربون هيك مغامرات او لا؟ فيلا امشي ويانا خلينا نشوف شنو راح يصير ويانا. طبعا هاي المعدات مالتهم. هاي المعدات كلها موجوده هنا وهذا المكان خاص مكان خاص بس للقفز تمام. هذا المكان كله خاص قاعد تشوفون فشي رهيب المنظر شيء ولا من الخيال. طبعا هيفاء تمنت ان تصعد وياي ما لقيت بنيه تسوي هاي المغامره بس شباب فما قدرت اخلي هيفاء تقفز هاي القفزه اوكي. ان شاء الله اذا لقينا بالايام الجايه راح نسويها لان هيفاء تحب هاي السوالف. فاصدقائنا يلا جاهزين للانطلاق. هذا الباشوت هذا الباشوت كله مفروش مباشره انت تقفز من هاي الجهه اوكي بس تقفز بعد خلاص ها هي انت وربك سجاده زين. بصراحه انا الخوف يعني ما خاف من هاي الشغله لان سوينا يمكن اقوى من هاي الشيء بس اليوم حاب هاي اجرب يعني من زمان وحلمي انه اجرب هاي القفزه بصراحه. شعور مو طبيعي اكيد فانا حاب اشوف هذا الشعور يخوف لو لا. يلا انتم كذلك راح تشوفون هذا الشعور. شوفوا الجو مليان. هذا واحد يعني شلون ما يدعمون ما اعرف زين. وهذا احمد واحد. هاي المباراه هاي اللعبه راح نسويها من مدينه سكاري عمي سكاري يا ابي هالمره مو ربع. دعايه هاي دعايه المدينه سكاري وشباب سكاري هنا ما شاء الله موجودين كلهم. يعني مين تحسبني انا؟ انت راح تصير من سكاري. هسه هذا راح يقلع ببالكم
راح يقلع ما ادري لا 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 راح يموت هذا مو حيقلع هو كلش عالي فاحنا يا بدعونا دعونا من هذا الهواء ويا حظي كل باراشوت راح يجي الموضوع كله بعد ما كل لوكات راح يطير راح نشوفكم شلون يطير طبعا لحظات حلوه ننتظرها وكذلك احنا راح نروح ونحسب هذا الشعور الحلو هيفا مكان خالي والله العظيم مكان خالي لان شنو يعني ما متعود اسوي مغامره انت مستويها فاليوم انا اليوم هاي المغامره الوحيده اللي راح اسويها هيفا ما موجوده ليش لان قلنا ما قدرنا نحصل بنيه تصعد وياها للاسف يعني بس ممكن الايام الجايه يشوفون هيفا كذلك طايره من هذا المأساة هاي قاعد تلاحظون يعني صعوبه كلش طيران طب مو باراشوتات ضيم مع احترامات كل الباراشوتات خلوا يروحون يفتحون الشاي اي والله بس بقى يعني مرات كلش تصير صعبه اول ما يطير الباراشوت بصراحه يعني ما نعرف شو يصير ويانا الخيوط هاي الخيوط هي اللي كامشه هذا الباراشوت كله سيم صغير تمام هذا السيم صغير الله يسترنا عنده بس باعوا هذا راح يشيلني 80 كيلو مو بس انت وحدك ضلع مو بس انا وصديقي ان لاصد تدي القفزه شكر يا شكر ابي نشرب شاي بس بعد شاي هنا هسه راح نطير ما بقى ثواني ونطير بس قبل شيء نشرب شاي كاف نموت نشرب شاي اصدقائنا طبعا قاعد نشوفون ويا صديق التركي وراح نسوي هاي القفزه ان شاء الله القفزه راح تكون الجنه يلا طبعا راح تودعون متابعي حسين راح تودعون من هسه ممكن هذا اخر فيديو تشوفوه لي لا ان شاء الله لا راح تسريح واحد ورتاك ما صدر ما ها تاك ما صدر يا ساك جوانيك تشوف يا بس قاعد تشوفون الخوذة خلف التسريحة بس لازم نلبس خوذة لأن الوضع كلش مخيف جاهزين ولبسنا كل شيء للأمان وصديقنا هنا راح يجهز الباراشوت حتى نطلع طبعا الباراشوت مالتنا أصفر وين لابس أصفر شوف الباراشوت قد كبير يا الله ادعونا بالسلامة يلا جاهزين يا هذا حاليا مطول حسين حاليا كل شيء جاهز حاضر مس جاهز جاهز سيلا وتر ماكوك كوشتك ركل
ماكو كوب لان تعودنا على المغامرات وياكم وفيديوهاتنا يعني صارت فيها طابع المغامرات يعني في كل فيديو تشوفوه فكوب ماكو بالعكس يعني الاجواء الاجواء جنة حاس حالي يعني على قبل وقع بس ماكو كوب
راح نهبط. بيرفكت، كل شيء كان مضبوط وحتى هبوطنا كان مضبوط، يعني ما صار اكو اي خطا بالموضوع الحمد لله. عملت التجربه اشبه بالجنون بصراحه، لان بس الله اللي يحافظك. اصدقائنا ظلوا بالجبل، الجبل هناك، فهسه تجي السياره تاخذنا ونطلع للجبل. التجربه يعني شبلكم بصراحه تستحق واحد يجربها، لان الحياه يعني حياه حلوه بالمغامره بصراحه. هواي يعني اتعلم دروس من هاي التجارب، يعني قد ما اقول لك حاول تجرب، حاول تشوف، لا تقول هاي الناس تقدر انا ما اقدر، لا بالعكس، انت حالك حال هاي الناس وتقدر تسوي هاي الاشياء الحلوه، وبصراحه تعطيك ثقه بالنفس شيء مو طبيعي، يعني تعطيك ثقه بالنفس. واليوم انا اقول انا اليوم انا طاير بالجو بالمظله، لما احد يسالني انا طرت بهاي المظله وجربت هذا الاحساس. التجربه كانت يعني روعه، وارجع واقول هيفاء كانت تستحق ان تجربها وياي، بس للاسف ما قدرنا نحصل باراشوت وبيبنيه. فان شاء الله هيفاء شوف هذا الفيديو وطيني لايك هيفاء، مو تنسين وتجربين هذا الفيديو ان شاء الله انت وحدك. هسه راح نطلع نضم الباشوت مالتنا ونصعد بهاي السياره. هذا حينزل، شوف 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 شوف، تجنن والله. يعني لو كنت انا قريب بهذا المكان، لا والله اتعلم الباشوت واسوقه وحدي، اسوقه يعني سياره هو على اساس. يلا راح نطلع نرجع ذاك الجبل ونشوف اصدقائنا. هسه عبالهم انا ميت. يلا اصدقائنا احنا ما بنطول عليكم، وصلنا وياكم للنهايه، وان شاء الله نشوفكم فيديو ثاني. طبعا اذا تشوفونا يستاهل لايك، خلي لايك للفيديو اكيد يستاهل، ولايك وشير وسبسكرايب، اهم شيء اهم شيء واهم خطوه. انا اخوكم اعتبروني فدوى العمر، اللي راح تشوفون شغلات كلش راح تعجبكم. هو حبيبي، تحياتي لكم في ملا. يلا حبايب نشوفكم بخير، باي.